فاكرين فيروس كورونا اللي العالم عاش بسببه في حالة رعب، تباعد اجتماعي، لقاحات وأدوية؟ البشرية كلها كان هدفها البقاء، بقاء على أرض مهددة بالفناء. والنهاردة بعد تجاوز أزمة كورونا نسينا الخطر ورجعوا البشر لنفس التصرفات. نسبة الغازات زادت لأعلى درجتها من 4 مليون سنة، درجة الحرارة زادت بنسبة 85 من 100 درجة، أعلى من متوسط القرن اللي فات. ولو الوضع فضل زي ما هو، ارتفاع الحرارة هيوصل ل 3.2 من 10 درجة في 2050، وده بيهدد باختفاء 18% من الاقتصاد الأساسي العالمي. ووقتها مش هيبقى في حل يعوض الخسائر دي كلها. علشان كده النهاردة بنسأل ايه الحل؟ الحلول إننا بدأنا نتبع مبدأ المسؤولية المشتركة، بمعنى إن الدول المتقدمة تقدر تدعم الدول النامية، وده المبدأ اللي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قضية تغير المناخ. وفي 2015 اتفاقية باريس للمناخ حطت خطة طويلة الأمد تستمر لحد ما نخلي الوضع في 2050 مختلف عن التوقعات. تغيير تكنولوجي والتحول إلى الطاقة النظيفة وزيادة المساحات الزراعية. وفي مؤتمر جلاسكو للمناخ 2021 ظهر التكاتف بين كل دول العالم عن طريق تقديم استراتيجيات وطنية في مختلف الدول لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومصر كانت من أوائل الدول اللي أخذت الخطوة فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لمواكبة التوجه العالمي لتغير المناخ، واللي ليها 5 محاور رئيسية: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ. التكيف مع التغيرات المناخية المختلفة بأولوية لمصر، وده لأن تغير المناخ بيأثر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبيؤدي لنتائج سلبية زي ارتفاع مستوى البحر والتصحر. وعلشان كده الاستراتيجية المصرية للتنمية حددت أهداف واضحة زي التخلص التدريجي من الوقود الحفري بكل أنواعه، وكمان ترشيد استخدامات المياه، وكمان الانضمام لعدد من المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات. الخطوات السريعة دي أهلت مصر إنها تكون الدولة المنظمة لمؤتمر المناخ 27 لعام 2022 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وده بسبب اتخاذها خطوات واقعية لإيجاد حل لأزمة المناخ زي الاتجاه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وامتلاكها لأكبر مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، واللي بيأهل مصر علشان تكون واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الطاقة النظيفة. ومصر كمان بتنظم المؤتمر البرلماني اللي بيناقش قضية تغير المناخ بشكل مفصل، وبيعتمد في ده على تمكين رؤية الشباب اللي بنأمن لهم مستقبل مناخي مختلف، وده مجرد جزء من الرؤية المصرية الشاملة. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي موجود على الأرض اللي ممكن يدمر بس ممكن كمان يصلح.